وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي عادل عبد الهادي. أستاذ عادل، هل سد القانون نقصا تشريعيا بتنظيمه للإعلام الإلكتروني؟ يعني بالحقيقة أن هذا القانون لم يأتي بجديد، بل جعل الدولة تزيد من التقييد على الحريات. نعم. بتغليظ العقوبات باسم القانون، وألزمت الجهات العاملة بهذا المجال بسداد كفالات جديدة بحجة مراقبة هذا القانون والتشديد والتقييد من الحريات. نعم. هو قانون ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، كلمة حق أريدت فيها باطل. إذا هذا القانون سيضيق الخناق على حرية الرأي والتعبير برأيك؟ بكل تأكيد. المادة يعني المواد كلها المتأصلة هذا هي هدفها هو تغييب الحريات والتشديد على المغردين وغيرهم من الناس اللي يمتهنون هذه المهنة، وبالتالي حددها القانون بثمان مواد اللي هم من يصدر صحيفة ومن يصدر موقع الكتروني بغرض هذا ومن يسوي له ريتويت ومنها. نعم. وبالتالي كل هذول راح يجرمون ومتابعتهم راح تكون خلال الدوله باسم القانون. طيب ما هي العقوبه المفروضه عليهم في حال وقع ذلك؟ يعني شوف، هو حددت نص الماده 18 هي مع عدم الاخلال بعقوبه اشد نص عليها القانون، يعاقب على المخالف بذلك بالغرامه، اللي هو المخالف بانه ما سجل لمده سنه بالغرامه التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، لكن حدد انه ما دون ذلك يطبق قانون المطبوعات والنشر والاعلام والقانون الاعلام المرئي والمسموع، وبالتالي هناك سجن وهناك عقوبات تلاحق المغردين وتلاحق المواقع الالكترونيه والجرائد الالكترونيه، وبالتالي الهدف منه هو تضييق الخناق. نعم، الأستاذ المحامي عادل عبد الهادي، شكرا جزيلا لك.